فاطمه. في ايه يا فاطمه؟ الست منال، الست منال تعبانه قوي. يا لهوي، تعالي. دي اللي كنت خايفه منه. هعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ هعمل ايه؟ منال، مالك يا حبيبتي؟ بتاعي فيكي ايه يا روح؟ منال، منال يا بصمتي. ايه يا حبيبتي ده؟ في ايه مالك؟ قولي لي يا ماما مالك، فيكي ايه؟ مفيش يا ماما. امال ايه؟ ايه اللي جرالك؟ ولا حاجة، ده انا اكيد جالي برد في معدتي بس. تلاقي كنت نايمة في التكييف وخدت برد. اكيد اكيد. تعالي 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 يا حفوتك حبيبتي. خدي يا ست البنات اشربي بالشفا ان شاء الله. يا وليه يا جهلة، تجيبي لها لبن وهي عندها برد في معدتها؟ ده مش لبن، ده نيشة يا اختي في ميه كده وليمون علشان يعقد نفسها. لا 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 لا، مش عايزه. خلاص خلاص يا حبيبتي، تعالي ارتاحي في اوضتك. يلا تعالي يا ماما، تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي تعالي، انت ما كانش لازم تنامي في التكييف خالص، تطفي التكييف وتنامي. تعالي حبيبتي ارتاحي، ارتاحي وانا هطلب لك الدكتور. لا لا لا، بلاش دكتور. بلاش ليه؟ يا ماما دي حاجه بسيطه، ده شويه برد في معدتي وهيروحوا على طول. انا هنام دلوقتي وان شاء الله اصحى زي الحصان. يا رب ما اشوفش فيكوا حاجه وحشه ابدا يا رب. طب يا حبيبتي نامي، ولو حسيتي باي حاجه اندهيلي، بس لو جيت ولقيتك تعبانه هطلب لك الدكتور يا منال. حاضر يا ماما. يلا يا فاطمه نسيبها تنام، انا مش فاهمه سبب التكييف ولا عليه. شوية يا حبيبتي على معلك. نسبتك السودة يا منال، نسبتك السودة. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه يا صغر؟ اهدي عشان خاطري، عشان خاطري، عشان تعرفي حتى تسوقي. ولا اقول لك تعالي نركب تاكسي احسن؟ لا انا هسوق، انا مش هينفع اروح وانا في الحالة دي. انا عايزة اروح اقعد في حتة يا صغر. ولا يهمك يا حبيبتي، نروح نروح نقعد في اي كافيه شاطر. يلا انا مش عارفة، مش عارفه ازاي عملتي حاجه زي كده. ازاي يا منال توافقي على حكايه الجواز العرفي دي؟ انت ما بتسمعيش عن المصايب اللي بتحصل من وراه كل يوم يا سوى؟ ما احنا كنا متفقين ان هما يومين بس. يعني خلاص خلاص يا منال، وقفت على اليومين وكنت استنيتي؟ طبعا هو لقى حضرتك مستسهله راح هو كمان استسهل بدون اي التزام عليه. لو كنت صبرتي شويه كان زمانه دلوقتي غصب عنه خد خطوه رسمي. بس بقى كفايه، حرام عليكي، حرام عليكي يا سوى. وانا جايباكي تساعديني ولا جايباكي عشان تأنبيني؟ انا في المصيبه ولا انا فيها دي؟ اهدي اهدي عشان نعرف نفكر.